خاصو تقريبا كامل ال 80 الجزائر من وراهم ما خدوش غير وراهم. نشكروا بزاف الالتفاتات اللي راه يديرهم من جهه العجزه من جهه الايتام، هذا على دليل انه انسان حنين هذا ما كان. والاختتاد اليوم هذا الحمد لله راه في غير لي ستاد لا شونسون ورانز، وخاصه الانيسياتيف اللي دارها يعني الحمد لله ماني اللي تفكر المرحوم بلاوي الهواري وعطاه يعني مكانته للشميله. هاد طبعا الحمد لله يا ربي كل عام راهي تزيد تلقى نجاح، كل عام راهينا نزيدو نتقدمو الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله الطبعه الرابعه تكون احسن من الطبعات الثلاثه اللي فاتوا ان شاء الله. الحمد لله مدينه وهران راهي لقات مكان عائلي، وين تجي تشوف دي كوميديان اللي فاتوا في التلفزيون يلقاهم حداهم يتصوروا معاهم يراهم يتعشوا يشوفوا هاد الناس اللي مدت كثير. ونشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحفل، كاع الفنانين كاع اللي فاتوا هنايا كاع اللي كانوا معايا. ماذا بينا هاد التدهورات تتكرر وتكون ماشي غير عند ماني، بوركوا با تكون في مناطق اخرى ان شاء الله. وهران حياه بهذا الفيستيفال، هذا كما نجم نقول لك انا مهرجان كبير. شكر ديجا ماني على المبادره اللي دارها تاع دار العجزه، حاجه مليحه صافي بليزير ان شاء الله ديال ماني. ونشكر الرجال الخفاء كما امثالكم من قناه الباهيه والناس اللي العاملين في هذا المطعم بيشري تاع ماني، ونشكروا لهاد الناس اللي ضحك في الناس اللي راهي مغبونه وراهي مضراره. احب الجزائر من اجل هذه الاشياء التي تقام، خاصه هذا السيد الذي قام بهذه المأدبه وبهذه العزومه من اجل تبيان الوجه الصحيح لمدينة وهران. كان أول حضور لي في هذا الفستيفال دوغيغ، تشرفت بزاف بحضوري ومشاركتي في هذا السبيكتاك اللي داروهم، وفرحت بزاف لي زوربولان الكامل اللي حضروا معنا، وان شاء الله يكون كاين من هاد المهرجانات حتى ماشي غير في فتره الصيف، حتى في المشتى وكامل يديروا هاد لي زيفانمون، وان شاء الله غنكونوا حاضرين. شكرا ثاني خونا ماني، خونا ماني لافيشري اللي قام بهذه المبادره ثاني اللي جاب هاد الدار تاع دار العجازه، وهاد لي كونسير اللي راه مهتم بهم، دار الشمل يلم الشمل ما بين لي زارتيست. بالنسبه لينا الفنانين اللي ماتوا مازالوا حيين، كان الاستاذ بلاوي الهواري ومحمد الجديد وهواري عوينات مازالوا في قيد الحياه بالنسبه للاعمال تاعهم اللي مازال تخدم لحد الان، والالتفاته اللي قام بها السيد ماني هذه ما ننساوهاش، لانه هو راه يعطي قيمه للفنان اكثر. هو اللي عطانا الفرصه باش يتلموا لي زارتيست، عطانا باش نكونوا بالمحبه والموده بين الممثلين لولايه وهران او خارج وهران في الجزائر باكملها. عندنا هدف ان شاء الله ما تكونش طبعه جزائريه، ان شاء الله بربي احنا رانا نديروا اتصالات مع فنانين من خارج الوطن، فنانين معروفين بارزين في الساحه الفنيه وكاهيه، وفنانين يعني كنا مرموقين، ان شاء الله بربي رانا في الاتصال معهم باش تكون الطبعه القادمه ان شاء الله تكون نقولوا بحر ابيض متوسطيه، ولا تكون يعني كاينه مغاربيه، تكون خارجه عن نطاق الوطن الجزائر نتاعنا ان شاء الله بربي، وتكون ان شاء الله شامله.